يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جاهلا، هل يكفر بذلك أم يعذر بجهل؟ هذا أول شيء، الجاهل يجب التأدب مع القرآن ولا يدخل فيه بالجهل، يتأدب مع القرآن ولا يدخل بجهل في معاني القرآن ويتنقص القرآن، والعياذ بالله كفر. فعلى المسلم أنه يخاف من هذا الأمر، يحترم القرآن. الجاهل يتوقف، الجاهل عليه أنه يتوقف ويتأدب. نعم.